السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لخبر اليوم وبلاغ إخباري بخصوص التحويل المالي الثاني في إطار برنامج تيسير للدعم المالي للأسر برسم الموسم الدراسي 2020-2021، يعني هذا المبلغ اللي غادي تخلصوه إن شاء الله أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات بالنسبة لهذا الشطر، هذا راه خاص بالسنة الدراسية تاع العام اللي فات 2020-2021. لحقاش مجموعة من التلاميذ اللي غادي يكونوا طلعوا الأولى إعدادي، يعني السابعة، بالنسبة لهم اللي غادي يجوا غادي يقولوا لك احنا علاش ما تخلصناش. بالنسبة للقسم الأولى إعدادي المجال الحضري راه ما غاديش يشدوا الخلصة ديالهم هاد الشهر هذا وهاد الموسم هذا، وإنما هذه خاصة بالشروع في التحويل المالي برنامج تيسير لموسم 2020-2021. بالنسبة لصرف المنحة المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي في إطار البرنامج برسم الموسم الدراسي 2020-2021، ستتم ابتداء من يوم الثلاثاء 5 أكتوبر إلى غاية يوم الجمعة 5 نوفمبر على مستوى الوكالات البريدية. هذا فيما يتعلق بموسم 2020-2021. أما بالنسبة للتلاميذ الذين يودون الاستفادة من منحة تيسير لموسم 2021-2022، ما عليهم غير يوجهوا لأقرب مؤسسة لهم ولا المؤسسة اللي كيقراو فيها ويدليوا بالوثائق اللازمة باش يستفدوا بهاد المنحة هذه، لأن آخر أجال الإدلاء بالوثائق هو 30 أكتوبر. نتمنى من جميع التلاميذ إن شاء الله يستفدوا بهذا المنحة هذه. في الحقيقة خصها تكون عمومية للجميع، لحقاش راه أكثرية في وقت الدخول المدرسي أو في أي وقت التلميذ راه قرارها محتاج، عنده ضروريات وعنده كماليات، ولكن الضروريات راه غالبة، والإنسان والتلميذ المغربي راه محتاج في جميع الحالات. كاين اللي يبغي يدير الدعم يزيد على برا، كاين اللي يبغي يشري كتب، وكاين اللي يبغي كاين الأدوات ومستلزمات تاع المدرسة، كاين اللي باغي يستعملها الوسيلة النقل. نتمنى إن شاء الله يتم الرفع بهذا المنحة هذه، وتزاد لهم إن شاء الله واحد النصيب اللي هو أكبر من هذا. التلميذ ولو انه يعني قدر يعني لا باس به، ولكن اللهم كما نقولوا حنايا اللهم هذا الشيء ولا بلاش. وكما العاده ما نختمش الفيديو ديالي بلا ما نقول واحد النصيحه للتلاميذ ديالنا الاعزاء: الدراسه ثم الدراسه، الاجتهاد ثم الاجتهاد. اي حاجه تهون مهما كانت الظروف وليداتي، الاساس يبقى هو العمل والجد باش توصلوا للمبتغى ديالكم، باش تفرحوا والديكم. مهما يتعذبوا مهما يكافحوا يلقى واحد الثمره ان شاء الله في المستقبل، واحد الثمره في اخر السنه. نتمنى من الجميع مسيره موفقه ودخول مدرسي موفق ان شاء الله.